كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المركز الأولمبي في المعادي بعثة المنتخب المصري بعد تصدر الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة العربية للسباحة في نسختها الخامسة وكأس المركز الأول رجال وكأس المركز الأول سيدات بإجمالي 52 ميدالية متنوعة، 23 ذهب، 14 فضة و15 برونز، واللي أقيمت خلال الفترة ما بين 20 ل 24 يوليو الماضي بمشاركة 12 دولة مثلها 200 سباح وسباحة في مدينة وهران في الجزائر. وكمان أعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالنتائج المميزة اللي شهدتها السباحة المصرية خلال الفترة الأخيرة وتربعها كمان على عرش السباحة العربية، وقال كمان أن التصدر ده للمستوى العالمي يعني حاجة تسعده أكيد، واتمنى كمان التوفيق لجميع اللاعبين المنتخبات القومية بمختلف منافساتهم في البطولات الدولية اللي بيشاركوا فيها خلال الفترة اللي جاية، وتحقيق مزيد من الإنجازات في إطار برنامج وخطة الإعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024، والاستمرار كمان في المستوى المتميز اللي بيظهر عليه أبطال السباحة المصرية في ظل اللي بتشهده الرياضة المصرية من دعم كبير جدا من القيادة السياسية. هنروح مع حضراتكم سريعا نشوف التقرير ده عن تكريم وزير الشباب والرياضة للسباحين والسباحات المصريين اللي شاركوا في البطولة العربية للسباحة في وهران. تعرفنا على بعض كلنا، أخذنا اكسبيرينس حلوة، شجعنا بعض. الجزائر كانت أقوى بلاد تاني نفسيتنا، دي اللي كانت الحاجة الصعبة بالنسبة لنا، بس الحمد لله يعني كسبنا. بنحاول ان احنا نشرف البلد ونشرف اهلنا اللي في مصر، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وخدنا المركز الاول. الصعوبات اللي واجهتنا ان طبعا بيكون كل واحد عليه ضغط، انا كان عندي امتحانات في الوقت ده وخلصت على طول وسافرت، كل واحد بقى بيكون عايز يكسر الرقم بتاعه ويحقق المركز كويس ويفرح طبعا المنتخب، لان احنا في الاخر بنكون لعبه فرديه بس التيمز كلها بوينتس بتاعتها في ضخره في بعض، فكلنا عايزين نحقق المركز الاول والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده. البطولة ما كانتش سهلة ان احنا نكسبها، وكان محتاج ان احنا نشجع بعض ونقف جنب بعض ورا ظهر بعض في كل سبق، وان احنا نكافح ونركز في نومنا، التغذية بتاعنا، التسخين بتاعنا، كنا بنشتغل مع الدكتورة، العلاج الطبيعي بتاعنا كل يوم كل واحدة فينا، وده الصراحة أثر جامد قوي، وان احنا نشتغل و نترست المدرب المنتخب بتاعنا دكتور دسوقي، وهو ده يعني سبب ان احنا عرفنا نكسب البطولة الحمد لله. استفدت حاجات كتيرة، اولهم انه طبعا ان انا خدت خبرة انزل مع ناس كويسة قوي وبيحبوا السباحة زيي، وكلنا في الاخر عايزين نوصل هدف واحد ونجيب المركز الاول. هو اولا ان احنا بنمثل منتخب مصر، فهو انا اجيب اول واطلع اغني نشيد لمصر دي حاجة كبيرة جدا. 2028 هتلاقي فيه كذا واحد في الجيل ان شاء الله اللي احنا فيه حاليا، ان شاء الله ممكن يطلع يعمل حاجه ان شاء الله. اولا كان تجهيز البطوله، طبعا كان البطوله كانت متجهزه حلو جدا، المنافسه كانت صعبه جدا بيننا وبين الجزائر، كانت السباقات صراحه يعني المنافسه كانت شرسه جدا وكانت سباقات ممتعه جدا جدا جدا، بس الحمد لله احنا كنا قدها والحمد لله كل واحد عمل اللي عليه لحد ما حصلنا على المركز الاول رجال وسيدات. كانت بطوله صعبه في ظل المنافسه القويه جدا من الجزائر، بحكم ان هم كانوا بيستضيفوا البطوله والبطوله كانت على ارضهم، هم كان عندهم مسانده جماهيريه كبيره جدا واحنا كنا بنفتقد العامل ده، بس السباحين الحمد لله يعني ادوا اداء مشرف واداء رجولي، قدرنا ان احنا نكسب البطوله كترتيب عام مركز اول سواء سباحه قصيره او سباحه مياه مفتوحه. احنا كل اهتمامنا بالناشئين اللي هم مواليد 15 سنه او 16 سنه و14 سنه، بحيث ان احنا يبقى لينا تواجد قوي جدا في باريس 2024، ودي خطه احنا عاملينها في ظل قياده الاتحاد المصري للسباحه برئاسه المهندس ياسر ادريس. انا جبت مركز اول ميداليه ذهب في 200 متر باك في البطوله العربيه في وهران، الفوز بتاعي هو كان من الجزائر برضو في سواء في ال 200 متر او ال 100 متر، خصوصا احنا كان فارق بيننا ثانيه في التصفيات فكانت المنافسه صعبه بيني وبينه. انا مثلا في سباقاتي كان جنبي في بعض السباقات واحد يعني كان في نصف نهائي بطوله العالم، فده طبعا بالنسبه لي
يفرق معايا جدا، لان انا سباقاتي المحليه بتبقاش بنفس مستوى الصعوبه ده. هو طبعا التكريم ده بيكون مهم جدا للسباحين بس للرياضيين عامه، عشان كلنا بنبذل مجهود جامد قوي، فما نحس يكون في تكريم ويعني زي ما يكون كده يعني حد يقول لنا شكرا على مجهودكم، وان احنا دايما بنشرف مصر ده حاجه مهمه جدا. الناشئين طبعا دي يعني لازم في اي فرقه يكون في ناشئين عشان بيتعلموا من الكبار، احنا طبعا السباحين في كبار كتير، فبيكون حاجه مهمه جدا ان هم يسافروا معانا بطولات كتيره علشان يشوفوا احنا بنعمل ايه، بنتدرب ازاي، بننزل سباقات ازاي، فزي ما كنا يعني تقول ان هم يكون عندهم خبره اكتر يتعلموا مننا عشان الجيل اللي جاي ان شاء الله يكون احسن كمان. الحقيقه دايما في تعاون بين وزاره الشباب والرياضه والاتحادات الرياضيه، دايما عاملين لنا دعم كبير، وانا كان يهمني يعني فريد عثمان الحقيقه يعني الفتره الاخيره عملت انجاز كبير ومع السباحين المصريين الناشئين وبرده السباح مروان الأماس، فكان تكريمه اكيد هيبقى ليه اثر في المستقبل، لانه دايما السباح القصه بالنسبه له مش ماديه قد ما هي معنويه، فالحقيقه احنا بنلاقي الكلام ده من وزاره الشباب والرياضه في وجود الاستاذ دكتور اشرف. النهارده كنا بنكرم اولادنا السباحين، حاجه جميله كده مع اتحاد السباحه وكمان فريد عثمان معاهم في مركز تدريب المنتخبات، وفرصه وهم موجودين واحنا بنعمل التكريم بنجهز لافتتاح يعني حاجه جديده، احدث ما تم انشاؤه ضمن منظومه المركز تدريب المنتخبات القوميه حمام السباحه الاولمبي، ففرصه كويسه بقى يعني يكونوا موجودين المهندس ياسر ومجلس الاداره يشوفوا يعني ايه اللي موجود يعني.